ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ زي ما عودناكم في كل رحله فيلم وكل فيلم جواه حكايه، فمن النهارده واحداث وكوميديا على اجتماع. تعالوا بينا ناخدكم في رحله لعالم الكرتون، وقبل طلوع الرحله ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. وبتبتدي احداث فيلمنا بمسرح كان في عرض غنائي، وكان في حيوانات كتير من ضمنهم حيوان الكولا وهو باستر مون. باستر مون كان من الحيوانات المغرمه بالمسرح وبكل ما كان فيها من حيث الديكور والعروض، وكان كتير بيتكلم باستر انه يكون مشهور بعروضه المسرحيه. وبنكتشف ان اللي كان بيحكي هو باستر وهو في مكتبه، وهنا بتدخل على باستر سيدة كروالي وبتعرفه ان ناس موظفينه بتوع العرض المسرحي لانه اتاخر عليهم في الرواتب، فشرح لها انه هيشوف البنك ويتكلم معاه، لكنها فاجئته ان جوديز معاها على التليفون من البنك، لكنه قال لها ان حاليا في استراحه الغداء. وبيبتدي باستر مون يخرج من المسرح على دراجه وبيهرب علشان محدش يقابله من فريقه بتاع المسرح، وبيفضل يمشي بدراجته لابعد مكان. وفي نفس الوقت كان في قرد اسمه جوني واقف في اتجاه تاني بيغني ومندمج، لكنه لاحظ مجموعه من الشرطه جايه فاستخبى. فرجعت الشركه وشكوا انهم سمعوا شيء لكنهم ما لقوش حاجه، فهنا اتكلم جوني مع اهله ونبههم ان الشرطه واقفه، فنزل اهله من عمليه سرقه وهربوا واخدوا جوني معاهم والشرطه كانت بتطاردهم. وهنا ابو جوني زعق مع ابنه لانه مش لابس الماسك، وهناك كانت روزيتا بتغني وسط اولادها الخنازير، فبنتها كاسبر اتاثرت بغنى والدتها وقالت لاخواتها انها صوتها زي مامتها، فنبهتها مامتها انها تنزل من على الطاوله. وهنا باباهم كان بيسال روزيتا على مفاتيح وبيودعها، وبنشوف مجموعه من الانافي بتغني، وبعد ما انتهت من الغنى بينبه الانفت صديقته انها تمشي على الكلمات بالظبط لانها اغنيتها وممكن تضره. وهناك في بيت الافيال كانت منيه بتحتفل بعيد ميلاد جدها وبتغني ليه بصوت ملائكي، فطلبوا من جدها انه يتمنى امنيه، فكانت امنيته ان منيه تغني وتشتهر لانها بتمتلك صوت حلو قوي، لكن اهلها عرفوه انها بطبيعتها خجوله جدا. وهنا بنشوف فار صغير بيعزف في شوارع المدينه فبيرمي له عمله، لكن الفار اتعصب جدا منه انه ازاي اتجرأ ويرمي له بونص واحد بس. وهنا الفار اتخانق مع القرد لكنه فهمه انه معهوش غيره، فنزل الفار فتشه وخرج من جيبه كل شيء واكتشف ان معاه فلوس، فحذره انه ما يستقلش بحجم حد بعد كده. وبنشوف باستر مون وهو بيروح بعجلته قدام مطعم وبيطلب من الحارس انه يخلي باله منها لانها تحفه اثريه. وهناك دخل باستر جوه المطعم وقابل ايدي، وكان باستر بيحاول يقنعه انه ما يسيبش الشغل ويقدم عرض مسرحي جديد معاه يكسر الدنيا، وطلب منه ايدي انهم يروحوا مكان تاني ياكلوا لان المطعم ده غالي قوي، ده غير ان باستر اتسبب في بهدله البدله عميل هناك، فباستر قال له علشان كده جبت سندوتشات لينا ناكلها، وطبعا كان غير مسموح في المطعم. فالجرسون القرد ما عجبوش الموقف وراح اخذ باستر وطلعه بره وطلع ايدي وراه يطمن عليه. بنشوف باستر وهو في مكتبه وبيطلب من كروالي انها تعمل اعلان وتكتب ان لو حد نجح في المسابقه هياخد جايزه قيمتها 1000 دولار. هنا طبعا كروالي بسبب عينيها اتلخبطت وكتبت 10000 دولار، وطبعا منهم نسخ كتير. وهنا طبعا وهي بتجهزهم من تقل الورق وقع طار منها في الشباك، فطبعا طار وانتشر الورق لكل الحيوانات، وطبعا كل حيوان كان ما بيصدق انه اخيرا هيحقق حلمه. وبيصحى من النوم باستر وكروالي بتجيب له قهوته لكنه ما بيلاقهاش لانها شربتها على السلم وهي جايه له، وبيبلغه ان النهارده تجارب الاداء وفي ناس كتير جدا. وبيبص باستر بيتخض من الاعداد المقوله فبيكلم ايدي وبيقول له تعال شوف، وبتبدا تجارب الاداء. وباستر كان منبهر بكل حد بيدخله لان عندهم مواهب حقيقيه فعلا. وهناك روزيتا كانت بتودع اولادها للمدرسه وبتستعد علشان تروح تشترك في المسابقه، وطبعا الخبر وصل للاعلام فبنشوف مذيع وهو بيتكلم مع المتسابقين. بعدها فضلت تجارب الاداء شغاله، ومنهم اللي كان بيعجب بباستر ومنهم اللي كان بيتخض منهم. اما جوني فكان بيستاذن باباه انه هيتاخر شويه لكنه نبهه انه ما يتاخرش كتير علشان العصابه جايه. وبنشوف الفار بيتكلم قدام الكاميرا وبيقول انه جاي علشان يكسب، وبتفضل تجارب الاداء شغاله لحد ما بيدخل جوني وصوته بيعجب باستر. وبعدها بيعلنوا عن مينا المتسابقه اللي بعد كده، وبتدخل مينا لكنها بطبيعتها بتخجل فبينزلها من على مسرح متسابق تاني هو الفار، ولانه كان خريج معهد مزيكا بس كان مغرور وابتدى يغني وانبهر بيه باستر. بعدها دخلت روزيتا وغنت، وهنا كروالي قالت لباستر اننا خلاص انتهينا مفيش حد تاني. وهنا طلب منها ان المتسابقين يطلعوا على المسرح، وطبعا كل واحد كان مرعوب عايز يشوف مصيره. وهنا اختار باستر من التجارب الانفض، وكان لينس متوقع انه معاها لكن باستر صدمه وقال له انها هتشارك لوحدها، وهنا لينس غروره اتحكم فيه وخد ايش معاه. بعدها اختار مجموعه ثانيه، وهنا جوني كان ماشي لكن باستر قال له انت معايا، وطلب من الكل انه يمشي الا روزيتا وقال له انه هيعلمها كويس واختار لها جانتر تكون في فريقه. اما اللي مشوا فقال لهم هيكون ليكم عروض خاصه على العرض المسرحي. وبنشوف اللي ما كانش لهم نصيب انهم يشاركوا في العرض كانوا خارجين بيشتموا في باستر. وهنا باستر كان واقف على المتسابقين لكن جاله شويه ارانب فقال لهم اننا اخترنا ناس خلاص.
بدأ بستر كلامه مع المتسابقين وبيعرفوا انهم هيشاركوا، فسألوا فار عن الصندوق يا ترى فيه 10,000 دولار كلهم. هنا بستر اترعب وقال له قلت كم، فايدي جاله وراله الاعلان، فبستر اتوتر جدا واستأذنهم لحظة. وبنشوف كروالي وهي بتعيط وهو بيقولها ان مش هطردك. بعدها ايدي قال له انت عايز ايه من واحدة عدت ال 200 سنة؟ طبيعي هتغلط. فطلب من ايدي المبلغ انه يسلفه، لكنه قال له مستحيل وعرفه انه ممكن يبيع المسرح. فابتدى بستر يحكي له انه ما ينفعش يسيب المسرح يضيع منه لانه بتاع والده وتعب كتير علشان يحصل عليه. فاضطر بستر انه يروح للمتسابقين ويقول لهم انكم لازم تروحوا النهارده وتناموا بدري علشان تبقوا مستعدين للعمل وتبقوا نجوم وتحصلوا على ال 100,000 جنيه. فطبعا ايدي هنا اتصدم لانه كان متوقع انه يقول لهم الحقيقه، وايدي عرفوا ان وضعهم المادي صعب جدا، بس بستر ما انتبهش الكلام صاحبه وقرر انه يغامر. وبنشوف مينا الفيلة وهي بتعيط ومامتها بتهديها، لكن جدها كان بيعنفها وبيفهمها انها لازم تطلب مقابله مون وتطلب منه فرصه تانية وتكون قويه. اما هنا الفار فكان بيعزف في الشارع فشاف حد من فصيلته لكنها كانت جميله، فقرر يغزلها بالموسيقى والعزف وراح ينادي عليها، لكن البودي جارد منعه من الدخول. اما جوني فقرر انه يفاجئ اهله بالخبر، لكن والده فاجئه هو والعصابه ان في سفينه متحمله بالذهب وانهم لازم يحصلوا عليها. وهنا جوني اتفاجئ وقال لهم ان ممكن يخلوا باري السواق بتاعهم، وباري ما اعترضش. فسال جوني باباه هي هتوصل امتى، لكن محدش اداله اجابه. وبنلاحظ ان جوني كان الحزن باين عليه لانه خاف يخسر المسابقه. اما روزيتا فكانت بتتصل انها عايزه مربيه لمده اسبوعين، لكن المكتب لما عرف انها عندها 25 طفل قفلوا السكه في وشها. بعدها نورمان جوزها رجع من الشغل فبتبلغه انها عندها اخبار حلوه ليه، وابتدت تحكي له عن اللي حصل، لكنها بتتفاجئ انه نايم من التعب. زعلت لكنها افتكرت كلام بصر نامه كويس علشان تشتغلوا وتوصلوا لاحلامكم. وهنا فكرت روزيتا في فكره جميله، بيطلع الصبح بنلاقي روزيتا صنع قطر آلي ومتوصل عن طريق ميكروفونات فيها صوتها متسجل، والقطر بينفذ لهم كل خطواتهم واحتياجاتهم عن طريق صوت روزيتا، هكذا تكون الام. اما روزيتا فكانت في طلال المسرح بكل تفاؤل. بعدها بنشوف فاستر وهو بيتدرب الناس وبيعرفهم الخطوات وبيدي كل واحد منهم ورقه وبيطلب منهم انهم يختاروا الاغنيه بعنايه. بعدها بيتفاجئ بوجود اش وقال لها اخيرا سمح لي صديقك تيجي، لكنها عرفته ان صديقها فنان وهو مش متفاهم كده. وهنا عرفهم ان كروالي هتاخد كل حد يختار الازياء بتاعته. اما جوني فساله هو ليه هيعزف بيانو، فعرفوا ان صوته حساس فبيميل البيانو. اما روزيتا فكانت مع جراند وكانت بتقترح عليه انها ممكن تغني وهو تسيب له مساحه الرقص، لكنه كان بيرفض. وهنا اش دخلت على باستر بتعرفه ان في غلط في القايمه اللي معاها. بنشوفه هو بيختار لها فستان معين لكنها بترفض لان اللون هيضر عينيها، فبتطلب منه ازياء سوداء. وهنا طبعا بستر فضل يتريق عليها وبيقول لها انت رايحه جنازه، وفي التوقيت ده الكهرباء قطعت على المتسابقين، فبيروح بستر بيسال كروالي ايه اللي حصل، لكنها بتبلغه انهم اخر مره كانوا دفعوا الكهرباء كان من فتره. وهنا بتشوفه مينا وبتسلم عليه، فبيقرب بستر انه يخرج من الشباك وياخد كهرباء عموميه من الشارع، لكنه بيحاول فبيقع وبيتعلق في سلك. وهنا بتشوفه مينا وبتسلم عليه، فبيحتاج مساعدتها انها تطلعه عند اللوحه من فوق وطلعته بالفعل. وبنشوفها وهي بتقول له انها كانت جايه لمقابلته وبتقرا الكلام من ايديها لانها كانت خجوله ما بتعرفش تتكلم، فقطعها في كلامه للحظه علشان يشغل الكهرباء. بعدها دخلوا المسرح وطلب منها ترفع ستاره، وكان بيقترح عليها انها ممكن تبقى جزء من المسرح وفرحت جدا، بس كلامه صدمها لانه كان عايزها عامله للمسرح. وابتدى يفرج على اماكن المسرح، ومينا هنا كانت مبهوره جدا بعظمه المسرح، وهي ماشيه شافت الفار المغرور وكان بيتباهى بغروره وبيقول لها انه الوحيد اللي هيكسب العرض. بعدها بنشوف هو في الفندق بيبلغ مدير الفندق انه هيكسب فلوس عن قريب جدا، وهنا طبعا المدير وفر له بطاقه خاصه وعربيه يتحرك بيها. وبنشوف هو بيجي بعربيته قدام الفندق وبيقابل البنت اللي معجب بيها وبيدخلوا الحفله. اما اش فكانت مع لانس وبيضحكوا على الاغنيه اللي كتبها بستر، وهنا اش قالت له انا بفكر اكتب اغنيتي الخاصه، فبتعبيره اتغير وقال لها انه مش اي حد يكتب اغنيه، فحست اش ان لانس بيقلل منها ومن طموحها. اما مينا فكانت لازمه من الباص وبتتفاجئ بعيلتها مستنياها، وبيسالوها قابلت في العرض؟ فقالت لهم مش بالظبط، لكنهم فهموا منها انها قبلت وفضلوا يحتفلوا بيها، فحاولوا تفهمهم بس مامتها ما ادتهاش فرصه. وهناك جوني كان بيتعلم السواقه، فوالده اتعصب عليه وكان بيعنفه لان سواقته مش حلوه، فاتعصب جوني وفضل يسوق بعصبيه وبسرعه مهوله جدا. وهو بيسوق افتكر انه خبط ابوه، لكنه فجاه طلع بيهزر معاه. اما روزيتا فروحت لقت النظام الالي اللي هي صنعها زي ما هو، واطمنت على اولادها وهم نايمين، ودخلت لقت جوزها نايم. وبنرجع لبستر في مكتبه وهو بيمسح صوره والده وبيفتكروا لما كانوا بيفتتحوا المسرح، لكن كروالي بلغته ان جوتس عايزه فانكر بستر انه موجود، فكروالي عرفته انها في المكتب. وبنشوف جوديس وهي بتتكلم مع باستر وبتعرفه انها مش شغاله في جمعيه خيريه وان لو ما حسنش وضعه المالي في المسرح هيتم الحجز على المسرح. بعدها بنشوف ايدي وهو بينزل حمام السباحه بتاعه
فبيتفاجئ ببستر قدامه. بعدها فضل يتكلمه وعرف منه بستر ان جدته لسه عايشة وانها غنية جدا، لكن هنا ايضا حذره انها مش سهلة وحريصة جدا. بعدها بنشوف الفار وهو بيغني ومتأثر في التدريب، وهنا كان بستر بيتابع التدريب فجات مينا سببت في حريق بدون ما تقصد، وهنا اتصاب صاحب بستر اصابة خفيفة فالاسعاف جات ونقلته. وبنشوف بستر وهو بيتفاجئ ان في ثلاثة من فريقه اتخانقوا وانسحبوا من المسابقة، فهنا فرح جدا بستر وراح يبلغ كروالي واقترح على مينا انها تنضم معاه. بعدها راح بستر لفرقة الارانب الصغيرة واتكلم معاهم وكان عايزهم ينضموا لفرقته، لكن هو بيشرح لهم غلط بدون ما يقصد فسابوه ومشوا. وهنا كانت روزيتا بتتدرب وجرانيتا عجبته الفكره بتاعتها اللي عملتها بالورق، بس كاسبر كانت متضايقه ومش عارفه تتصرف معاها، اما اشفا كانت بتعترض على الاغنيه اللي بستر كتبها لها، بس بستر اقنعها انها مراهقه وان الذوق ده هيليق عليها جدا، وفضل يرقص بتفاعل مع المزيكا. هناك جون كان بيتدرب على البيانو ومعاه كروالي، لكنها كانت بتتابعه وهنا اتصل والده كان عايزه. فاضطر انه يمشي ويستاذن من بستر، بس بستر اتضايق وعرفه انه لازم يلتزم بعروضه. هنا اش كانت مروحه بيتها لكنها لقت لاينس جايب بيكو بيغنوا مع بعض واعتبرتها خيانه فطردته من البيت وانهارت. اما مايك فكان في الديسكو بيلعب قمار وكسب، لكن الدب اكتشف غشه وفكر يمسكه بس ما عرفش، فضل يطارده هو وعصابته لكنهم فشلوا انهم يلاقوه. وهنا ايدي كان ماشي في الشارع وبيتصل بيه بستر وبيسلم عليه، لكنه بيتفاجئ بيه قدامه وبيقرر انه يروح معاه عند جدته وياخد لها بوكيه ورد. وبيدخل على الجدة وبيحاول ياكل عقلها بكلمتين، لكنها بتفهم انه في ازمة مادية وعايز فلوس، وفضلت تقول له ان عروضها كلها مثيرة للشفقة، فبيقترح عليها انها تيجي مسرحه وتتفرج على عرضه حتى لو تدريب. وبنشوف هو بيجمع فريقه وبيطلب منهم انهم يجهزوا نفسهم بكرة اكنه عرض بجد، لان الجدة هتحضر العرض. جوني كان في التدريب فبيتصل عليه والده وبيعرفه ان الشحنة وصلت، وبيطلب منه يقابله حالا. وهناك كان متجمع مع العصابة ووالده قال له اننا هنوصل بعد 37 دقيقة، فقرر جوني انه يلحق العرض. في التوقيت ده كان مايك بيغني وبعده جه دور اش، بس ما ادتش اداء حلو وفضلت تعيط، فبستر سالها عن اللي مزعلها لكنها مشيت وفضلت تعيط. فراحت لها روزيتا وجرانيت وكانت بتحكي لهم، فطبعا هدوها. فهنا بستر قال لهم دوركم جه، فحضر جوني وطلب من روزيتا انه ياخد دورها لكنها ما عرفتش ودخلت علشان تغني مع جرانيت فوقعت على وشها، فبستر قلق عليها وقال لها انت بخير. فجرانيت فضل يتكلم معاها ويقول لها انك لازم تكون حركتك خفيفه جدا مع الموسيقى، بس روزيتا حاولت تتفهم انه صعب عليها وزعلت ومشيت واصحابها كانوا بينادوا عليها. بتخرج روزيتا من المكان وهناك مايك بيقابلها وبيسالها عن ثلاث اشخاص واقفين قدامها، قالت له لا، بس هو ماشي ضايقها بكلامه على الوقعه اللي وقعتها. اما جون فكان بيعزف وبيغني بس ما تاثرش خالص وبيحاول يظهر شعوره، فساله بستر عن انه لازم يتدرب على الاغنيه بتاعته الثانيه علشان مش هينفع يغني كده قدام الجده، فبيبص لقاه اختفى. وهنا بنشوف جون وهو بيحاول يوصل باقصى سرعه علشان يلحق باباه، بس بيتفاجئ ان الطريق زحمه وواقف، فبيطلع والده من البلاعه هو واصحابه فبيتفاجئوا بالشرطه فبيجروا، لكن الشرطه بتقبض عليهم. هنا اش كانت في بيتها بتغني وبتتدرب على الاغنيه ومقطعه صور لينس. وهناك جون كان بيزور باباه في السجن وعرف انه اشترك في مسابقه غنائيه علشان كده اتاخر عليهم، وكانت النتيجه ان والده غضب منه وسابه ومشي. بنشوف كروالي وهي بتقفل المسرح، وفي نفس التوقيت ده جه جوني علشان يسرق الصندوق على اعتبار انه مديان فلوس الجايزه، فبيبص لقى صورته ومكتوب تحتها اتولد جوني علشان يبقى مغني، فشاف كروالي قدامه فطلب منها انها تديه دروس بيانو اضافيه. اما روزيتا فكانت في المركب بتشيل الطلبات فسمعت اغنيه ابتدت ترقص عليها وتتدرب، وكان بيراقبها من بعيد مسؤول الكاميرات فعلى صوت الاغنيه وفضلت روزيتا ترقص، فسمعت الموظف بيشجعها وبيقول لها اداء رائع. اما مينا فكانت بتساعد بستر في تجديدات المسرح بهمه، وهنا نورمان كان بيسال على مفاتيح عربيته لكنه بيتكعبل في الكوره وبيبوظ النظام الالي اللي روزيتا عاملاه وبينتهي بوقوعه وسط اطفاله. بعدها كان جونو بيتدرب في المسرح على البيانو وبيسال كروالا عن ادائه فبيلاقيها نايمه، وهنا بتدخل مينا وبتبلغه ان بستر عايزه يحضر على المسرح حالا. اما بستر فكان بيوجه بقيه الموظفين هيعملوا ايه بالظبط على المسرح، بس سمع اش وهي بتغني اغنيه فعرف منها انها هي اللي كاتباها وعجبته فطلب منها انها تغنيها، وبيروح لمينا وبيسالها لسه عايزه تغني مع فرقتك؟ فصرحته انها لسه خايفه، لكنه قال لها انك لازم تواجهي خوفك بنفسك. وهنا بتوصل الجده وبيستقبلها بستر، فبيساله ايدي انت متوتر؟ قال له انا مرعوب، وطبعا اللي كان بيراقب الاحداث اعداء مايك. وهنا كروالي بتقدم القهوه للجده فكانت متوتره فوقعت القهوه. وبيبدا بستر العرض بتاعه وابتدى بعرض الحبار، وكانت الميه المضيئه تحت ارض المسرح والمنظر كان رائع عبر الجده. اما مايك فالعصابه مسكته وقال لهم انه فلوسه مع بستر في الصندوق، وهنا كان بستر بيقدم المشترك الاول، جت العصابه بيسالوا عن بستر فمسكه وكسر الصندوق اللي معاه فما لقاش الفلوس. طبعا المتسابقين لسه بيهتموا ببستر انه ضحك عليهم، لكن الارض اتكسرت من اثر الضربه وخرجت الميه،
فطبعا المسرح غرق وابتدى يأثر على الجدران، وخرجت المية بره في الشارع وكلهم غرقوا. وهنا كان بيعتذر للجدة لكنها رفضت اعتذاره، والمسرح وقع. وبنشوف كل واحد من الحيوانات أماله بتتهدم قدامه، وابتدت الصحف تتكلم عن هدم مسرح باسترمون، والبنك حجز على الأرض بتاعة المسرح وخدها. وهناك كان باستر في بيت أيدي وعايش معاه، بس بيتفاجئ إن بأن المتسابقين جايين يطمنوا عليه، وبيقترحوا انهم يعملوا العرض في مكان تاني، لكنه بيقولهم انه صعب لان المدينة بتقول عليه انه خطر على المجتمع، فبيحاولوا يقنعوه لكنه بيرفض وبيقفل الباب. وهنا جت تومينا وبتحاول تتكلم معاه، فمن عصبيته قال لها كلام ضيقه وخلاها مشيت منهارة. بعدها اتصل باستر بايدي وطلب منه انه يجيب له لبس سباحة، وتفاجئ ايدي انه بيشتغل وهو كان بيمسح عربيات. طبعا ايدي اتضايق علشان صاحبه وقرر انه يساعده ويشتغلوا مع بعض. وهناك باستر وماشي سمع صوت مينا وهي بتغني، وهنا انبهر بصوتها جدا وقرر انه يتصل بكل المتسابقين وبيبلغهم انه في عرض هيتعمل. اما الصحافه فكانت بتتكلم عن عرض باستر وبتتهمه بالجنون. وهنا باستر بيحضر العرض هو وكل المتسابقين وبيقول لمايك ان مفيش جايزه وانكم هنا هتغنوا عشانكم. وهنا باستر بيقول لاصحابه ان مفيش جمهور كتير لكن احنا لازم نثبت الناس حلمنا، وبيطلع كل واحد بيغني وبيقدم همته. والناس هنا مع غنى مينا ابتدت تكتر وتتفاعل، حتى مايك كان متأثر فبتمسكه العصابة وبيقدر انه ينجح منهم ويهرب. اما العرض فبينجح وبيبتدي باستر من اول وجديد، وهنا الجدة كانت بتحييه. بعدها شفنا الجدة وهي بتشيل المسرح وبتدفع الفلوس للبنك وبترجع المسرح تاني لباستر، وبتبتدي تدوبات في المسرح وبيرجع اسم باستر مون تاني. وبتنتهي احداث فيلمنا وبتنتهي رحلتنا في عالم الكرتون. وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، والى اللقاء يا اصحابي في احداث تانية ورحلة تانية جديدة.